القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المدينة الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. برنامج القلوب الرحيمة شد الرحال إلى أحد المحافظات الجنوبية اللي تشتهر بثرواتها، لكن بنفس الوقت غنية بالفقر والجوع والحرمان والمرض. اليوم هي محطتنا محافظة ميسان. جينا لهاي المحافظة العريقة اللي تكثر بها آبار النفط واللي تكثر بها آبار حتى من الزيبق، لكن ناسها مظلومين ويعيشون الجزء من عندهم، طبعا جزء تحت خط الفقر. جمعنا من هذه العوائل في الأحياء اللي متجاوز عليها، اللي ما سمى بالعشوائيات، مجموعة كبيرة من المرضى. و طبعا سبق وأن جمعنا من هذه المناطق أعداد كبيرة من المرضى، وقد قام برنامج قلوب رحيمة بتقديم العون والمساعدة والدعم لهؤلاء العوائل. قدمنا لهم مبالغ مالية، قدمنا لهم مساعدات غذائية، قدمنا العون والمساعدة لهم، قدمنا لهم كسوة للأطفال. فاليوم برنامج قلوب رحيمة جمعنا جمعة كبيرة، بفضل الناس الطيبة، بفضل الناس المؤمنة، جمعنا عدد من المرضى والمعاقين والمحتاجين فعلا إلى خدمات طبية ورعاية صحية، لكن بنفس الوقت ما عندهم مبالغ يذهبون إلى المستشفيات أو طبيب اختصاص لكي تتم معالجتهم. فاليوم أيضا معانا مجموعة من الناس العلويين اللي هم السادة. طبعا احنا عندنا خمس السادة، هذا الجزء الثاني من الحاج أبو ميثم الله يحفظه من دولة الكويت، وأيضا عندنا أختنا الطيبة العلوية الطيبة من بغداد الجديدة من العراق. طبعا عندها خمس أيضا، مبلغ جزء هم أيضا للسادة وجزء للعوام. فتحية للعلوية الطيبة من العراق بغداد الجديدة، وكذلك عندنا أختنا الطيبة أم جعفر الله يعطيها الصحة والعافية من البصرة القبلة. دعواتكم إلها بالخير والصحة والتوفيق، تمر في وعكة صحية. وأيضا عندنا أخونا الطيب حاج محمد مسر الراضي، يهدى ثواب هذا المبلغ بثواب الحاجة جنان محمد الله يرحمها برحمته الواسعة، طبعا من بغداد العطيفية. جمعنا هذه المبالغ راح نقدمها اليوم على أكثر من 55 عائلة، أغلبهم من المرضى والمعاقين والمحتاجين. وراح نروح أيضا فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهدي الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وسبق وأن عرض البرنامج في محافظة ميسان الأخ اللي يشاهدونه أبو حسين. أبو حسين مريض، طبعا كان عنده جلطة وعنده أمراض، وفي الحلقة السابقة كانت زوجته موجودة ويانا وأيضا اليوم موجودة. هو بحاجة إلى رعاية صحية، طبعا كل أسبوع لازم يراجع طبيب أو كل شهر يراجع طبيب، لكن من العوز المالي سنة كاملة لو يروح للطبيب لو ما يروح للطبيب. فالرجل يعني خطية تأثر وبكى في الحلقة السابقة، فأختنا الطيبة فعلت خير من الإمارات.
الله يعطيها الصحة والعافية، قالت لي تقول اسمي، دعواتكم إلها بالخير والصحة والتوفيق. بعثت لها مبلغ من المال هو 250 دولار، ما يعادل يمكن 395 ألف عراقي أو 390 ألف، فهذا مقدم من الأخت فاعلة خير من الإمارات. هاي الأمانة يا حجيتنا الطيبة، بس لكن هي تطلب من عندكم أني راجع طبيب، فراح نشوف أم حسين. أم حسين السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، الحمد لله زيني. شلون أم حسين؟ والله مثل ما شوف على حطتي. زين، هسه أنت صار عندك مال، إي راح ترسيله للطبيب. خالي قال راح أوديه للسيارة أخذه لبغداد طبيب أعصاب. هاي هي، هو هم تبرعنا بالكروة خالي، قال على حسابي. بعد محترم. إي وإحنا ندعو الناس الطيبة اللي يحب يساعد أبو حسين يتصل علينا، إحنا أبو حسين نعطيناه كلام، راح ما نعوفه، راح نوقف وياه، راح نقدم له الدعم إن شاء الله والإسنان إن شاء الله. فهذه الأمانة يا أم حسين، حافظون عليها ودعواتك للحجية فعلة خير إن شاء الله. زين، إحنا نعرف اسمها بس ما نقول إن شاء الله. يلا. الله يجازيها كل خير إن شاء الله، حمى الله والديها. طبعا شكرنا وتقديرنا إلى فعلة الخير من الإمارات. طبعا إحنا نريد هيك ناس، هيك نريد ناس ينظرون، يعني قلبهم يصير برحمة، قلبهم شوية ضمير يصحى من يشوف له واحد مريض يقول ما عندي فلوس أروح للطبيب ويشوفونه طبعا على كرسي أو ممدد بالأرض. هسه راح نروح فاصل وراح نشوف الأطفال هذول اللي بالأرض، طبعا طبعا أكو بيهم باقين على مبالغ بسيطة، ممكن يروح للطبيب يتعالج، ممكن يسوي عملية يتعالج. فيا أخوان ساعدونا وقدموا العون والمساعدة لبرنامج قلوب رحمة حتى نسعد هؤلاء العوائل المسكينة الفقيرة المحتاجة، وأيضا تسعد قلب صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ونحن أيام قليلة راح نعيش أيام شعبان، شعبان الخير، شعبان البركة، ولادة الأقمار الثلاثة كلهم ولدوا بهذا الشهر. فدائما بالصدقة بالأيمة إن شاء الله راح يفرحون، وراح أيضا تسعدون قلب الأيتام والفقراء والمحتاجين في برنامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نتواصل وراح نسمع بعض المعاناة والويلات من المرضى، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح أيضا نتعرف على حالات، طبعا عندنا عائلة كاملة اليوم جايبينهم 4 رأسا صارعتهم أمراض، فراح نتعرفهم من الأم. السلام عليكم حجية. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أمّن أنت؟ أم علاوي إيش خيرك أنت؟ أنا عندي السكر صار لي 7 سنين. نعم. ورأسه تنعمت عيوني. هسه أنت ما تشوفين كلش نهائيا؟ طبعا ما أشوف. ماي أسود بعيون. ايش بعد اولادك بناتك شنو اللي صار بيهم؟ هاي بنت صغيره هم يعني من الولاده نظرها ضعيف عنت مشو اي مشو. والاولاد عندي ولد عنده صدفيه ما جبناه، وعندها رجلها مبتوره وحماية اعصابه يديها يعني وكله وحده عنده. شلون قاعد تعينين العائلة؟ شلون تقدمين الطعام؟ شلون يعني بالبيت؟ أكو واحد يساعدك؟ الزلمة. الرجل.
رجال. اي والله ابو علي هو اللي يطبخ، هو اللي قايم. اي هو بعد عندك اولاد غير هذول ولا ما؟ لا ما عندي. شو تطلبين من الناس الطيبه يا ام علي وانتم حالتكم ضعيفه جدا يعني؟ والله اطلب منهم الرحمه بس يرجعوا لي نظري انا على مود عين عائلتي هاي التعبانه. زين انت صرت شاره يعني لو يسوون لك عمليه يعني راجعتها اطباء؟ ليران قالوا ليران خذ ليران ما يفيدها لنا هواي راجع لي. اعزائي المشاهدين اختكم ام علي طبعا نظرها انفقد صار لها 7 سنوات وعندها بنيه وايضا البنيه مشوفه اللي هي جنبها هاي البنيه. شو اسمها البنيه هي؟ شو اسمك عمو؟ فاطمه؟ ها؟ فاطمه ايش قد عمرك؟ ما ادري. انت مو بالمدرسه اصلا ما مسجله بالبدايه. فايضا حتى بنتها فاطمه يمكن عمرها حوالي 14 او 15 سنه ايضا 12 سنه ايضا مكفوفه وما تشوف. فنتمنى تساعدونها وتوقفون وياها. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. أعزائي المشاهدين من حال الحالة ونتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة. عندنا الحجي. حجي السلام عليكم. وعليكم السلام. الحجي تعبان، احنا الحجي راح طبعا عائلته وياه راح نتعرف عن حالته. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وسلامه. شو يصير لك الحجي؟ زوجي. عندكم اولاد ولا؟ عندنا بنات 5 و2 ولد 3 ولد. 3 ولد. نعم. الحجي ايش خيره؟ والله 12 سنة إلى هيك على هالحالة، قالوا عدل الضمور بالعضلات. قالوا ما خلينا على حالنا حال. حتى البيت بعناه. بس احنا قاعدين بالحواس. هاي السكراب والشزمة قاعدين. تعبانة، إيه حتى والله العظيم ما عندنا كهرباء، مرة قطعنا كل شيء كهرباء، وجوارنا الرحم سووها لنا. يعني زين فجأة صار عنده هاي الحالة ولا شنو؟ والله هو تخربط علينا، قام شوي شوي ياكل بيه المرض. أخذنا للبصرة، أخذنا بغداد. للحلة للناصرية أوراقنا عندنا هكذا. كنت على أساس معنا البيت إن نخرج للبارة قالوا بعد ما يفيد 1 من 100 صار عمليته خلينا وقعد. هسه النتيجة شنو ياخذ علاج ولا ما ياخذ علاج؟ والله ياخذ علاج بس ما يقاوم يطيح يتخربط عليه. أكله مو أكله هالقد. ما ياكل. لا استكان شاي وبسكت. هذول بناتك اللي قلت عنهم دراسة ولا مو بالمدرسة؟ والله نص بطلتها ونص زوجتها هن صغار وبعد عندي 2 صغار. ايوه. زين منو يصرف عليكم؟ من قايم لكم بالواجب؟ عندي ابني عمره 18 سنة حتى ترك هاي السنة ما قام يدعم. طبعا طالب مدرسة وترك في سبيل يعيشك. اي أيوة والله هو واخوه الثاني. انت ام من؟ انا ام حسين الكبيرة بنت سارة. احنا نتعلم ام حسين وابو حسين. وان شاء الله بدوى العمر. حسين يحفظكم والحسين ان شاء الله اليوم توقف وياكم. شو تطلبين من الناس الطيبة اللي يشاهدوننا من الشاشة؟ والله بعتهم ضميرهم شوفوا له حال شوفوا له سكان شوفوا له فد شيء إلى سبيل بعد يم الله ويمكم. زين هو أنت قلت بعت بيت ما صارت له شارة. أي والله بعت. زين. أي والله. الأطباء يعني شو يقولون شو صار له عملية ولا ما صار له عملية؟ قلت لك وعنا البيت خابر هاي على مود النت للخارج أتم أصدقائهم هاي ببغداد بالبصرة لندن ما تسموه يمكن. قال ما يصير له أي شارة 1 من 100 عمليته. سريها مسيان ان شاء الله خير وبركه. اعزائي المشاهدين طبعا الرجال اللي امامي عنده 5 بنات وعنده ولد واحد وبيته باعه في سبيل يتعالج، لكن الاخوه الاطباء الله يعطيهم الخير والعافيه اكلوا البيت وما بيه وكل شيء رجع الرجال على الكرسي.
فنتمنى من الناس الطيبة يكون وياه ويساعدوا. طبعا بقى هو على العلاجات وبدأ أكله طبعا يقل، وهم الآن يعيشون بحالة مأساوية في هاي الأراضي المتجاوز عليها، بيوت يعني غير نظامية، وأيضا يجوز بعد يوم يومين ثلاثة تجيهم الدولة تشيلهم، فيصيرون مأواهم الشارع أو الأماكن التعبانة. فنتمنى تكون ويا هالرجل هذا وتقدموا له العون والمساعدة. راح نروح وحالة أخرى إن شاء الله. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة. السلام عليكم حجية. السلام. الله يسلمك. أمّن أنتي؟ أم مريم. أم مريم اللي هي مريم. مريم إيه هاي معوقة ويتيمة هي وقاعد. قاعد تضحك هي مريم شنو؟ إيه قاعد تضحك. ما شلونك مريم؟ راتبها طيب. أنت حجية على كيفك يعني شوي حتى نفتهم السالفة، حتى المشاهد من يشاهد يقول أم مريم إيش بيها؟ ها؟ بس انا قلت مريم شلونك انت؟ الله يسلمك زين الحمد. احنا اول راح نقول لك الله يكون بعونك على هالتعب، والله يحفظ لك مريم ويحفظ الباقيين. ايش كم طفل عندك غيرها؟ هو اثنين ولد وهي هاي البنيه، هم بس ثلاثه ويتام. ايتام طبعا. ايتام. مريم ايش قد عمرها؟ راح تدخل ب 27 سنه. 27 سنه تبين صغيرونه؟ اي نعمه. انتم ايضا ساده؟ ساده. فعلوية احنا شو نقول يعني هي من الولادة هي صارت؟ من الولادة بصفار. بصفار. وأثر على الأحساب مالتها. خطير. اي ولادة وصارت. أكيد هي معاناة كبيرة طبعا انت. اي يحتاج لها يعني أشياء خاصة، هذا المعاقين مو مستلزمات. احفاظاتها. احتياجها. اي هاي عربانتها انكسرة معتها عربانة قاعدين بالإيجار الله شاهد عليه. اي. وراتب. هي الدولة يطولها مال معاقين مو؟ 123 يعني اقل من 100 دولار؟ لا وين كل شيء ماكو، 125 يوصلها 123، نحط فوق قلنا بال 120 30 للايجار، راتبه هي خطيه يروح للايجار وتبقى هذا الشهر كامل. علوية ايش تتمنين من الناس الطيبه يعني؟ اتمنى من اهل الخير ان شاء الله يساعدونا ويعطونا وينظرون لحالتنا. انا اول شيء اريد لها كرسي، هاي العربانه تقول عربانه. اي هاي عربانه تحتاجين؟ تعبانه. ومبلغ مال حفاظات مال 6 شهر ايجار شو تقولين؟ اي والله نعم الله على اللي يعطي الله يوفقه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين اختكم العلوية ام مريم هاي حاله بنتها 27 سنه، وهي ايضا يجو صار لها 27 سنه تشيلها وتنزلها وتخليها مكان واحتياجات خاصة للمعاقين. فاحنا نتمنى توقفون وياها وتساعدوها، لأن خطية ما عندها غير اثنين ولد، تجيب هاي الرعاية طولها 120 ألف تخلي فوقه وتدفع إيجار وتبقى العشاء والغداء على المحسنين. فنتمنى لكم إن شاء الله الخير والبركة. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. شو اسمك؟ بنين. بنين. بنين ايش قد عمرك؟ 24. 24 سنة. بنين ايش بيها هاي رجلك؟ انا هاي رجلي من الطفولة انحراف وعندي ظهري عملية همة. نعم. بس هاي رجلك مبتورة ولا هيك؟ ايه هاي صار لي 3 سنين مبتورة. ايه. زين ليش ما مركبين ليش طرف صناعي؟ ما يصل لأن هاي الرجل الثانية بيها انحراف. أيه؟ ما أقدر يعني أمشي. شنو معاناتك أنت؟ معاناتي هو أريد من الله وأهل الخير يساعدونا. يعني يصير لك عملية برا يصير لك شيء؟ بعد ما أدري هاي ما راجعت هو وما صار شر. زين هسه قاعدة بالبيت. شو شوي قاعدة البيت للمريض مو صعبة؟ صعبة هو. ها؟ صعبة. شنو كانت أمنيتك شو تتمني؟ أمنيتي يعني أدريس أكمل دراسة مكملة. الله يكون بعونك. أعزائي المشاهدين بدكم أختكم بنت أخوكم بنين مو بنين 24 سنة مسكينة شابة صغيرة. شوفونها طبعا رجلها من هنا باتريها وظهرها بعملية، طبعا يحتاج لها علاج يحتاج لها مراجعة أطباء. ما عندك مو فلوس ترحي؟ ما عندي. وليش تبكين؟ هاي قصة الألم، واحد من الألم يبكي. ها؟ واحد من الخير شو نقول؟ يلا إن شاء الله خير وبركة، إن شاء الله ما يقصرون وياك، إن شاء الله الناس الطيبة هواي بالبقعة المباركة هاي بالبقعة الأرض.
أهل العراق، أهل الخير، أهل إخواننا بالخليج دائما يوقفون ويا المحتاج ويا الفقير، يساعدونه يوقفون وياه. احنا نتمنى من الناس الطيبة اللي يشاهد هاي المشاهد المؤلمة شوي يريد ضميره يصحى، يريد قلبه شوي يتكسر على الفقير يساعده. وانتم قاعد هسه الان الانترنت والتكنولوجيا بكل بيت دخلت، تشوفون احنا يوميا ناخذها ونعيدها. والله العظيم اكو اشياء مؤلمه تخلي البشر يوميا يعيدها ويحكيها. شوفوا هاي المشايخ، شيوخ العشائر او غيرها، ومشايخ ما اعرف تصير فاتحه، حتى المرجعيه قالوا الاكل بالفاتحه مكروه. اكل بالفاتحه يعني هو صاحب عزاء رايح لعزيز، فاقد لعزيز، او يجي الشيخ وقف بربع الفاتحه بنص الفاتحه، اذبح 30 طلي، جيب 50 بعير، جيب 60 غزال، جيب 70 الف دجاجه، ويطبخون النهار كله ويذردون. اخر شيء شو يسوى هذا الشيخ؟ يوم الثالث بعد الختمه ويقرون بيها، يلقف عباته وهاي ويشرد. ظلوا منه اهل الميت، اهل الميت هذول ايتام، يجيهم القصاب، يجيهم ابو البعران، يجيهم الطليان، نطلبكم يابا 100 مليون 150 يابا ماليش هاي فاتحه ابوكم. عم احنا ما رايدين، احنا ما نعرف. قال له والله عمامكم والشيخ مالكم، الشيخ شرد، اذا عندهم بيت يبيعونه ويسددون، واذا ما عندهم يروحون يداينون ويقعدون بالحواسم، حالهم حال الناس اللي قاعده ويا الجريذيه. وبعدين هذا انت الاكل اللي بذرته وذبيته ويذبون ثلاث ارباعه بالشارع، اعطوا فيه على هاي الناس يعني المبلغ مالته، اعطيه كم مريض، روح بنفسك شوف لك واحد محتاج، يا هاي بثواب فلان ابن فلان. انت ليش مسوي عزايم والاكل والمرجعيه كلها يقول لا حد ياكل بالفواتح، لا حد ياكل بهذا. زين هم رايح لهم عزيز يروحون يطبخون لك يبتلون بيك. فنتمنى اللي عندهم هيك يعني، احنا اليوم نسلط الضوء على هاي، وكل هالمنابر الصيح يا معودين قللوا من هذا التبذير اكل. هسه المبلغ انت عندك فلوس على عينه على الراس، انطي لهذول. شوفوا دباوع قدام، هسه انا اروح اسالت كم واحد، حرام اذا واحد مار عليهم، لا شيخ لا عمامه ولا عقال ولا افدي ولا واحد، هسه راح اسالهم واحد واحد. فعم عندكم ترى هذا شعبكم، احنا العراق 40 مليون، عندنا 8 ملايين ترى هاي الحاله. زين هاي تقولون احنا عندنا نفط وبترول، ترى والله العظيم هذول اللي قاعدين واللي الكل هاي تعالوا المحافظات الجنوبيه، صح عندنا نفط عندنا بترول، بس لا لون ولا طعم ولا راحه ولا شامينه ولا يعرفون شنو النفط ولا داخل جيابهم شيء. السلام عليكم. وعليكم. شلونك؟ ايش بي هذا ابنك؟ والله هذا ضمور بالدماغ وصرع. كم سنه صار له؟ والله صار له 10 سنين. 10 سنين، شلون حالتكم؟ والله كلش يعني في الدوره، والرجال هم مريض. خطيه. اي والله زين. صله القرابه، شيخ، قرايب، مدري اكو واحد مر؟ لا والله كلش ماكو، هسه يعني حاله رجلي يعني هسه هذا ابني منه ورجلي منه، حتى يعني محتاج لعمل. ما حد جاكم؟ ما حد قال لكم يا معودين؟ لا لا والله. تحتاجون؟ لا والله كلش ماكو. استريح. أم أنت؟ أنا؟ أم حسين. أم حسين، استريح. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. السلام عليكم. وعليكم. شلونك؟ ان شاء الله زينة. أم أنت؟ أم حسين. أم حسين، اليوم كلها أم حسين. ها؟ الحمد لله. حياك الله أم حسين، إيش خيرك يا أم حسين؟ قولي. يا أخي أنا سبب الإيجار، هاي السنة الله شاهد ورسوله، أربع مرات تحولت من بيت من بداية المدرسة والحسة. يعني أمور الزينة يومين تشترين تدفعين ولا شراء إيجار؟ الله شاهد ورسوله. أنت عندك أيتام طبعاً. عنده أيتام أربعة. إيه. وعقد الإيجار موجود، الإيجار مالي 225 والكهرباء والماي على 10 10، ومال الماي 10,000، هاي كل شهر. رخيص هذا الماي، ماي آر ولا من البوري؟ بوري مالنا. بوري. 250 ألف الإيجار، والله العظيم انطريت بطل الجهال. عود رخيص هذا يعني؟ عود رخيص. بطل. أنت عندك مورد مالي راتب شيء؟ راتبنا ما يكفينا. راتب مالي مطلوبين عليه. عيالي أخذوا براسي 30 ورقة، الله شاهد. ما ليش هاي؟ هيك أخذوهن، إجوا جواري نخذوهن حطوا كفالة، شقل لك هاي كنفنا يمك. واليومك بعد ما وقفوا لهم، وهسه المرة شاهد الله ورسوله يوميت الفرد تدق علي بالتليفون، تقول أنا ما أعرف عيالك، عيالي بغداد مو هنا، وهسه 30 ورقة المرة تريد من عندي.
زين انت شنو عند الصيرفه ويتقربون من عندك؟ انت شو بدخلك بهاي الامور؟ اجوا بصفه جوا بس احنا ما علينا، انت تقولوا مطلوبه 30 ورقه والناس تريدها من عندك وتعطيها لعيالك. اي والله زين انت ما تفكرين يعني انت شو لك علاقه بها؟ انا كل شيء ما علي وحتى ما اعلم بهاي السالفه. احنا بالنسبه لبرنامج قلوب الرحيمه تقولي احنا خو ما نروح نسدد ديون ولا لا ما نسدد صحيح ومو صح؟ احنا علينا هسه بعيشتك رايدتها منكم ومن الله بس الايجار. هي تقول رايدتها منكم ومن الله بس الايجار، غيرك الشي ما رايده ان شاء الله. فدوى العمرك اقسم بالله الكريم. راح جاء ابني البارحه صار له 3 ايام يشتغل ويا ابو بخضر من الصبح للساعه بالعشرة بالليل يعطي 4500. ممنونه. أعزائي المشاهدين، أم حسين خطية طبعا عندها 4 أيتام وحالتها صعبة وأيضا مديونة لعمام أطفالها ويردون من عندها الدين وما يوقفولها، فنتمنى من الناس الطيبة يساعدونها بالإيجار وتوقفون وياها. واليوم اللي موجودون ويانا كلهم طبعا أيتام، كلهم فقراء، كلهم طبعا حوالي 3/4 هم سادة علويين وفضل أبو ميثم الله يعطيه الصحة والعافية. جمعنا هاي الجمعة اللي موجودة ويانا ونتمنى إن شاء الله الخير والتوفيق للكل إن شاء الله والصحة والعافية والشفاء للمرضى إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، سوف أقوم بتوزيع المبالغ المالية على الناس المتواجدة معنا في حلقة هذا اليوم، وشكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا في حلقة هذا اليوم. فكونوا معنا، هو برنامج القلوب الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المبالغ المالية على المرضى والمعاقين اللي متواجدون معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج القلوب الرحيمة. طبعا نرجو من المشاهدين الكرام اللي سمع هذه الحالات أن يقف معنا وأن يقدم العون والمساعدة للمحتاجين، كونهم بأمس الحاجة إلى مد أياديكم الكريمة. اللي يريد يروح للطبيب، اللي يريد يروح يراجع مختبر، اللي يعمل تحاليل أيضا، اللي يريد يروح يراجع طبيب اختصاصي يشوف شنو اللي من مرضه صار له ما صار له، وكلهم من سنين طويلة ما عندهم مبالغ يقدرون يروحون يراجعون الأطباء. طبعا واحنا للأسف الطب بالعراق هو عبارة عن تجارة، وأكبر تجارة هي بالعراق تجارة الطب. ما أريد نحكي، البلد مليان مؤسسات صحية أهلية، طبعا يا أهل يجي وسوى له مجمع طبي، سوى له مستشفى طبي، وكله جيب 20-30 مليون. الفقير اللي مثل هذول شيت براستول ب5000 دينار ما عنده، وين راح يتعالجون؟ وللأسف بناياتنا مؤسسات الدولة هاي الصحية تروح تلقى بيها بس الطبيب ويكتب لك علاج من برا. هذا الشيء الموجود عندنا بالعراق، يعجبك اهلا وسهلا، ما يعجبك روح شوف غير مستشفى، روح للمستشفيات الاهليه. يروح للطبيب من يريد العمليه، طبيب طبيبه وقالت له تجي بفلان مستشفى، طبعا مو مستشفى حكومي، مستشفى اهلي كلهم يشتغلون به العصر، يعني ما دوامهم يروح يداوم بهذا المستشفى على مود. وايضا حتى اذا يدخلون مستشفى عام ايضا راح ياخذون فلوس من المريض، وكل هالناس ما عندها، ناس فقره محتاجه بامس الحاجه الى مساعدتهم. شكرنا وتقديرنا للحج الطيب ابو ميثم من دوله الكويت،
وكذلك الاخت العلويه الطيبه، طبعا العلويه الطيبه هم تشتغل بمجال الصحه، ان شاء الله ندعو لها بالخير والصحه والتوفيق. ايضا دعواتكم لها بالخير والتوفيق، هي من بغداد جديده. والاخت الطيبه ام جعفر الله يعطيها الصحه والعافيه من البصره القبله. واخونا الحاج محمد مسهر الراضي من بغداد العطيفيه، ويهدى ثواب هذا المبلغ وثواب المرحومه جنان محمد الله يرحمها برحمته الواسعه. تقرون سوره الفاتحه بثواب اموات الجميع ان شاء الله، وتدعو لهم بالخير والصحه والتوفيق. اعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمه يدعوكم للمشاركه الفعاله في برامجه الخيريه من تقديم العون ومساعده للمرضى والمحتاجين، وكذلك ايضا في ترميم دور الايتام ومساعده الايتام وتقديم العون والمساعده لهم. نتمنى لكم الخير والصحه والتوفيق، وايضا ندعوكم للمساهمه في شهر شعبان المبارك، مولد صاحب العصر والزمان مولانا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الارقام اللي راح تظهر على الشاشه فقط مخصصه للمساهمات والتبرعات. اللي يحب يقدم العون والمساعده الى برنامج القلوب الرحيمه ما عليه الا ان يتصل على الارقام اللي ظهرت على الشاشه، ونحن نكون سعداء من الناس الذين يقدمون عمل الخير الى برنامج القلوب الرحيم. الى ان نلتقيكم في حلقه اخرى من برنامج القلوب الرحيم، في امان الله. قلوب رحيمه، نجبر القلوب المنكسره. للمساهمه يرجى التواصل على الارقام التاليه 00964780100912، أو على الرقم التالي 00964770576646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964780500525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.